أول شيء أمسي عليكم وعلى المشاهدين والمستمعين وعلى النخبة المميزة. ما في مستمعين بعدين إن شاء الله المستمعين. بالله ما أنت متعود على أكشن دوري. طيب. يلا نفعل. المستمعين المشاهدين والمشاهدات. يا سلام. طبعاً لازم. صدق أنت أول واحد في البرنامج يقول والمشاهدات؟ ما عمر أحد قال المشاهدات. أنا تعود لأنه هذول هم يعني النصف الآخر يعني. هن. أكيد هن النصف الآخر بالتأكيد. أنت لا تخلينا باللغة العربية الفصحى. بس أنا عجبني حقيقة في التقرير. انت عارف العيدروس؟ اي العيدروس هذه، العيدروس هذه هي ملاهي جدة. ياسم. يعني لما تبغى تلعب مرجيحة احنا نسميها ها، ونروح على العيدروس. هذه منطقة يعني كل العيد لازم انت تكون موجود، لازم. هذه المنطقة هي في منطقة البلد يا ابو عبد العزيز. اي نعم، هذه منطقة الملاهي. الملاهي طبعا الان الملاهي اللي هي المراجيح والحاجات هذه، فكانت في العيدروس. فالعيدروس هذه ذكرتني في ايام الصبا، ايام الشباب لما كنا صغار للساعه نروح على العيدروس نستمتع بهذه الاجواء. يا سلام. اي اجواء سلام. جميله. هذه دعوه من جميع الزملاء اللي راح يكونوا موجودين معنا في البرنامج هنا، اللي راح يجون من برا جده. نعم. من جمال عارف. أيوة ان شاء نعم. الله تعالى يوميا العصاري. إيه. نعم. العصر. نعم. او بعد التراويح زي ما تبوا. بعد التراويح. هي صح بعد التراويح. بعد عندك سياره نظيفه؟ تكفلها 5-6. لا عندي سيارة صغيرة ما تكفي ما شاء الله، لكن على العموم في كل الأحوال أنا أستأجر سيارة، سيارات أستأجر لكم. يا سلام. إيه والله. يا بعدين أنتوا. إيه والله. وبعدين أنتوا هنا الآن طبعا جدة بلدكم يعني مدينتكم يعني ما أحتاج. صحيح. بس إحنا بالنسبة لنا لازم نوديكم. يا سلام. إيه نعم. إيه وبعدين إذا في يوم فاضين يعني انت مثلا تكون ما في برنامج مثلا مثلا. أيه. ولا انت كل يوم يوميا نشوف على حسب. طيب. أيه. نختار لك يوم كذا في العصر نروح الملاهي العيدروس. لا خلينا الملاهي العيدروس. العيدروس هذه خلاص عندي. نوديكم شاليهات في البحر كذا نستمتع. نوديهم الاسماك يا ابو عبد العزيز هنا قريب. احنا نروح العيدروس هناك في شاليهات. لا كلكم.